اللي ما يعرفش يقول عدس. صحيح. اقلب القدرة على فمها تطلع البت لامها. اقلب القدرة على فمها تطلع البت لامها. يا اخي اللي ما يعرفش يقول عدس، ما هو المنحوس منحوس ولو علقنا على راسه فانوس. وفعلا اللي اختشوا ماتوا. ما هي كوسه بقى يا ولد، احنا دفنينه سوا. امثال كتير مصريه وعربيه اتقالت وبنقولها وهنفضل طول عمرنا نقولها. السؤال هنا، هي الامثال دي اتقالت ليه ومين اللي قالها وقالها امتى؟ هنقسم الموضوع على حلقتين او اكتر على حسب الامثال اللي هقدر اجمعها ليكم. جهز نفسك بقى وتعال عشان احكي لك. انا احمد مصطفى واهلا بكم في خبايا التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة. اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لأمها. المثل ده بيتقال لما تكون البنت تشبه أمها في حاجات كتير. طب ما هو مين اللي قاله أو اتقال ليه؟ زمان كان في واحدة ست قلقانة على مستقبل بنتها علشان كانت هتتجوز قريب، فقالت أروح لعرافة علشان تقول لي إيه المستقبل. والعرافة دي كانت بتقرا المستقبل بالرمل والحصى والجرة، فقامت حطت حصى في الجرة اللي تشبه القدرة كده، وراحت قلب الجرة على وشها، فخرجت حصوتين، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. فالعرفة قالت لها ان بنتك هتطلع شبهك جدا ولدودة وودودة، وزودت من عندها اقلب الجرة على فمها تطلع البت لامها. وتنقل المثل لحد ما وصل اقلب القدرة على فمها تطلع البت لامها. وفي روايات كتيرة مختلفة بسبب الموضوع ده، بس احنا جبنا لك اصلها ايه. اللي ما يعرفش يقول عدس. المثل ده بنقوله كتير لما بنتناقش مع ناس هم اصلا جاهلين بالموضوع نفسه ومش عارفين الحقيقه ايه، فكله بيهبد من عنده ساعات. اصل المثل ده انه كان في تاجر بيثق في زوجته ثقه كبيره جدا، فسابها في المحل وراح علشان يجيب بضاعه، ولما رجع اتفاجئ ان زوجته في المحل مع واحد وهي بتخونه. جن جنون الراجل وجري ورا الشخص ده، وهو بيجري الراجل ده اتخبط في شويه عدس قدام المحل وقلبه على الارض. فضل التاجر ده يجري ورا الراجل، والناس تفتكروا ان بيجري وراه علشان شوال العدس اللي قلبه او كان عايز يسرقه. والناس بقى قعدت تتعاطف مع الراجل ومسكت التاجر وقالوا لي يا اخي حرام عليك، يا اخي اتقي الله، ده راجل جعان هتضربه علشان شويه عدس، اتقي الله يا اخي. طبعا التاجر وقف وسط الناس كلها من الصدمه مش عارف يقول ايه، فقال وقتها اللي ما يعرفش يقول عدس. ومن يوميها المثل ده اتردد وبقى معانا. اللي اختشوا ماتوا. المثل ده حلو قوي وبيتقال للبنات اللي بتعمل حاجات قدام الناس بشكل بجح وبدون خجل، بس اصل الحوار بيرجع لايام الدولة العثمانية والحمامات العامة للستات. في مرة حمام منهم حصل فيه حريقة كبيرة قوي، فالستات اللي جوه الحمام في منهم اللي خرج بملابس الاستحمام وفي منهم اللي مش راضي يخرج علشان مكسوف، فللاسف اللي ما خرجش ماتوا جوه. فانتشر بعدها الخبر بجملة اللي اختشوا ماتوا. ما هي كوسة بقى. طبعا كلنا عارفين المثل ده. بيتقال ليه؟ بيتقال طبعا علشان لما تحب شخص او تفضل شخص عن شخص، بس اصل المثل ده بيرجع لدولة المماليك. كان وقتها ابواب المدينة كلها بتتقفل بالليل وممنوع اي حد يدخل او يعدي او يخرج من الاسواق او من اي حاجة الا التجار او التاجر اللي بيحمل كوسة، وده علشان الكوسة بتبوظ بسرعة. فكان كل تاجر بيحب يدخل المدينة او السوق بالليل كان بيتحجج ان هو شايل كوسة. فكان فيه تاجر مش قادر يدخل وشايف بعينه ناس بتدخل المدينه، فعرف الموضوع وقتها قال بصوت عالي ما هي كوسه بقى. ومن وقتها المثل بيتضرب بيه. المثل طبعا ده للمحاباه او تفضيل حد على حد. المنحوس منحوس ولو علقنا على راسه فانوس. طبعا بنقول المثل ده لما حد يكون بيطارده الحظ السيء او اللي احنا بنقول عليه النحس. والمثل ده اتقال علشان كان فيه اتنين اخوات، واحد غني والتاني فقير. فالغني حب يدي اخوه فلوس بس بطريقه غير مباشره علشان مش يحرجه ولا حاجه، فراح حط فلوس على الطريق او على الارض في الطريق نفسها اللي بيروح فيها اخوه، واستنى اخوه يجي يقول له الحق ده انا لقيت فلوس واقع على الارض. فلما راح لعنده قال له تعرف ان انا جاي الطريق دي كلها وانا مغمض عينيا؟ وده تقريبا اللي بيدل على ان فعلا شخص منحوس، وعلشان كده اتقال عليه المثل جاي كحالها عماها. ده طبعا بيتقال للناس اللي كانت بتصلح ما بين اتنين ويروح خاربها، فحب يكحلها عماها. اصل الموضوع بقى ان في راجل زمان كان بيشك في مراته، فواحد نصحه ان يجيب تعبان ويلفه على رقبته وهو نايم ويعمل نفسه ميت، فهي تشوف كده وقتها هيبان اذا كانت بتحبه ولا لا. وفعلا عمل كده، وجت تصحيه لقت التعبان وقعدت تصرخ وتولول عليه. وقتها قام واطمن وتاكد ان هي بتحبه، بس بعد ما شرح الموضوع الزوجه طلبت الطلاق، فجاي كحلها عماها. رجعت ليما لعادتها القديمه. ليما زي ما انت سمعت. الجملة دي أو المثل اللي بنقوله لما بيكون شخص متعودين منه على حاجة سيئة وبطلها فترة ورجع لها تاني،
بس اصل المثل ده بيعود لحليمه زوجة حاتم الطائي اللي كان كريم جدا، بس حليمه كانت بخيله جدا جدا، وكانت كل ما تيجي تعمل اكل وتحط سمنه في الحله كان ايديها بتترعش من كتر البخل وهي بتحط السمنه. فحاتم حب يعلمها الكرم والشهامه او الكرم باسلوب حلو، فراح قال لها ايه، ان الاقدمين كانوا بيقولوا ان المراه كلما وضعت ملعقه من السمنه في الطنجره زاد الله من عمرها يوم. ومن ساعه ما قال لها كده بدات تحط سمن كتير وبقى اكلها حلو قوي، لحد ما ابنها الصغير مات وكانت بتحبه اكتر من نفسها، فبقت تقلل من كميه السمن تاني علشان نفسها تموت بسرعه من الزعل عليه. فرجعت ليما اللي هي حليمه لعبيتها القديم. لا احنا دفنينه سوا، ده تقريبا اجمل حكايه مثل هحكيها النهارده. طبعا الجمله دي بنقولها لما حد بيحاول يصيح عليك وانت فاهم اللي فيها وهو فاهم انك انت فاهم اللي فيها. بص يا سيدي، الحوار ده حصل زمان ما بين اتنين، الاتنين دول كانوا صحاب وتجار، واحد اسمه نائل اللئيم والتاني اسمه عطيه ابو المفاهيم، الاتنين بيبيعوا زيت على حمار، وفي يوم من الايام مات الحمار، فحسوا كده ان خلاص تجارتهم فشلت. فواحد فيهم اخترع على التاني ان هم يدفنوا الحمار ويعملوا عليه مقام ويقول ان هو ضريح لولي من اولياء الله الصالحين عشان الناس تيجي وتقدم لهم القرابين والحاجات دي ويسترزقوا، وفعلا عملوا كده. فجي فيهم واحد في يوم من الايام خد القرابين دي لوحده من غير ما يعرف التاني، فالتاني جه وقال له والله اشتكيك وادعو عليك لصاحب المقام. فضحك التاني وقال له مقام ايه يا عم، ده احنا دفنينه سوا، دخول الحمام مش زي خروج. المثال ده مش محتاجين نشرحه، بس محتاجين نعرف اتقال امتى، وهو مضحك فعلا. فاكرين اللي اختشوا ماتوا وموضوع الحمام العمومي اللي انا كنت لسه قايل لكم عليه من شويه، اللي كان منتشر في فتره الدوله العثمانيه. قرر واحد ان هو يفتح حمام عمومي للرجال، واعلن وقتها ان دخول الحمام مجانا والناس كلها جت. بس وقت خروجهم من الحمام راح حاجز الملابس بتاعتهم وقال لهم ادفعوا والا مفيش ملابس. فواحد قال له انت مش قلت ان دخول الحمام مجانا؟ فرد عليه قال له اه دخول الحمام مش زي خروجه. من ساعتها انتشر المثل ده وبقى موجود ما بيننا. اخر مثل معانا النهارده حسبة بيرما، ودي بنقولها لما تكون الحسابات معقدة او رخمة حبتين او مكلتعة كده. بيعود اصل المثل ده لقرية صغيرة اسمها بيرما بتبعد 12 كيلو عن مركز طنطا بمحافظة الغربية. وقتها حصل ان شخص وهو ماشي خبط في واحدة ست كانت شايلة قفص بيت، وقع كله على الارض واتكسر. فالناس اتجمعت عليها وقالوا لها خلاص نشوف السلة كان فيها كام بيضة والراجل هيدفع لك ثمنهم. فسألوها السلة دي فيها كام بيضة؟ فردت بقى، وركز لي بقى في الرد هنا علشان تجاوب انت معايا، لو احصيتم البيضة بالثلاث لا تبقى بيضة، ولو احصيتم البيضة بالاربع تبقى بيضة، ولو احصيتم بالخمس تبقى بيضة، وبالست تبقى بيضة، ولو احصيتموه بالسبع لم يتبقى شيء. وبعد حسابات وحيرة والناس تبص لبعضها اكتشفوا في الاخر ان الناتج او القفص كان بيشيل 301 بيضة، ده غير طبعا الست نفسها لان هي بيض هي التانية علشان ام الحسبة دي، لان من وقتها واتقالت عليها حسبة بيرما. وبكده نكون خلصنا اول حلقات الامثال الشعبية الجميلة. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، ما تنساش انك تشترك في قناة اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك علشان يوصلك باقي الحلقات. اشوفكم ان شاء الله باذن الله الحلقة الجاية، ابقى شاير الفيديو. سلام عليكم.